أعزائي المشاهدين في كل مكان، أهلا بيكم في صالون الفن مع نهى شكري. النهاردة بما إنها حلقة غير عادية، فمعانا ضيف الأغنية الشبابية، الضيف بتاعنا وليد علي. وبما إنها حلقة غير عادية، فأنا حبيت يكون معانا إذاعي جميل، الأستاذ وليد فل معانا. أهلا بيك يا وليد. اهلا بيك، ازيك استاذ نهى؟ عامله أهلا ايه؟ بيك يا هي وليد. في البدايه انا وائل فل عشان بس ما وائل تنسيش. فل. مفيش مشكله، عادي جدا. بما ان احنا النهارده حلقه غير عاديه مع استاذ وليد علي، وبما انك قريب منه وحبيت ان انت النهارده تكون متواجد معانا، فياريت تقدم لنا وليد. بص، وليد علي فنان على قلب غالي بجد. هو وليد علي هو صوت كده قريب كده للقلب، وصاحب ألبوم عودتني على الحب. هنتكلم اكتر معاه وهنتعرف اكتر عليه ونعرف هو ناوي على ايه. ازيك يا وليد؟ ازيك يا وليد، عامل ايه؟ اخبارك ايه؟ منور الدنيا. ميرسي، ربنا يخليك. في البداية احب اعرف يا وليد، انت ازاي عرفت ان عندك موهبة جميلة؟ انا سمعت صوتك رائع. ازاي عرفت ان انت عندك موهبة، ومين اللي بدأ ان هو يشجعك على ظهور هذه الموهبة؟ بص، هو في البدايه انا والدي مستمع جيد جدا، فبيحب يسمع للمطربين القدام، بيسمع لمحمد عبد الوهاب، لام كلثوم، لعبد الحليم. ف من صغري بدات احب الموضوع، بدات ادندن معاهم، وهو اللي شجعني الحقيقه. يعني الوالد هو اللي شجعك؟ هو اللي شجعني. هايل جدا. مين من الشعراء يا وليد والملحنين والموزعين اللي اتعاملت معاهم في البوم عودتنا على الحب؟ يعني احنا تعاملنا مع ناس كتير، تعاملنا مع مجموعة من الشباب، وتعاملنا مع أساتذة كبار، الموزعين زي أحمد عادل، مصطفى غانم، أحمد وجدي، أنا بس مش عايز أنسى حد، الكتاب عصام شعبان، تامر عز الدين، محمد رجاء، في ناس كتير جدا، ناس كتير جدا. الملحنين طبعا مصطفى حامد، أستاذ حسن دنيا، طبعا طبعا استاذ حسن دوني، طبعا غني عن التعريف طبعا. بس هنتكلم عنهم خلال الحلقه ان شاء الله ونفتكرهم كلهم. اكيد يعني، اكيد. مين اكتر حد قريب من قلب وليد علي وبتحب تاخد رايه في كل اغانيك؟ صديق ليا اسمه حسام هاني. هو يعني اخويا الكبير، فانا باخد رايه الحقيقه في كل الحاجات في اللي المجال الفني. مش في المجال الفني، احنا اصدقاء من 10 سنين تقريبا. طيب احنا بس هو بيسمع كويس. حلو قوي. احنا بما اننا بدانا كده، فاحنا عايزين عشان نعمل ريلاكسيشن لينا نبدا نسمع اغنيه حلوه من وليد. طب تحب تسمع حاجه من الالبوم مثلا؟ يا ريت. اتفضل. ممكن نقول عودتني على الحب خلاص وانا مالي، عودتني على الحب ونفسي تبقى لي، ناويلي على ايه يا ترى؟ في ايه جواك؟ ناويلي على ايه يا رب اكون جاي على هواك؟ كلمات مودي عبد العزيز، الحان استاذ حسن دنيا، توزيع احمد عادل. حلوة قوي قوي قوي. بص يا وليد، في ظاهرة كده قلة الانتاج والمنتجين، انت عودتنا على الحب، انت انتجته كله لنفسك. مزبوط. بنفسك انت انتجته. مزبوط. والموضوع طبعا فيه صعوبات، والموضوع ده قابل لك اكيد في مشاكل، اتعاملت معاها ازاي وانت بتعمل الالبوم؟ هي الصعوبات والمشاكل مش موجودة في مجال الغنى بس، هي الصعوبات والمشاكل هتواجهك طول ما انت عايش. فانت على قد ما هتواجه صعوبات ومشاكل وتنافسها للوصول لحلمك هتوصل، ايا كان نوع الصعوبات والمشاكل. اكيد. وليد، بالنسبة للأسرة بتاعتك، في حد ليه أي ميول فنية؟ خالي من صغري بسمعه بيغني كويس، والدتي كمان بتدندن كويس. طب في موقف كان مع خالك وهو بيغني كويس ووالدتك وانت صغير مش ناسيه مثلا، عدى عليك؟ بص يعني الموقف اللي انا مش ناسيه ان هو كنت كل ما اسمعه بيغني حاجه احب ان انا اقلده، يعني انا ما كنتش عارف الاغنيه دي بتاعت مين، انا كنت فاكرها بتاعت خالي الاول. بس هو بالاول يعني هو بالنسبه لك المطرب كل حاجه. بس بعد كده اكتشفت ان هي لفايزه احمد، لنجاه الصغيره، لمحمد عبد الوهاب وهكذا. طب ما تسمعنا حاجه قديمه كده. انا بحب اغنيه لفايزه احمد جدا، انا بحب اغنيها، ليه يا قلبي ليه. انا بحب نسمعها. يلا.
ليه يا قلبي ليه بتحلفني ليه أخبي الحكاية وداري عليه ليه يا قلبي ليه بتحلفني ليه أخبي الحكاية وداري عليه موصفلوش عذابي وحيرة شبابي وحبه اللي خدني من أهلي وصحابي موصفلوش عذابي وحيرة شبابي وحبه اللي خدني من أهلي وصحابي وإزاي بس أداري إزاي يبقى جاري واتشوق إليه إزاي بس أداري وإزاي يبقى جاري واتشوق إليه ليه يا قلبي ليه بتحلفني ليه ليه يا قلبي ليه طيب وليد احنا لما بنكون في المدرسه زمان واحنا صغيرين ساعات كنا بنقعد كده مع زمايلنا مع اصحابنا ونحب نتجمع في كورنر كده وكنا بنحب ساعات نغني نقول حاجات كده لطيفه لو شعر حاجه كل واحد كان بيطلع بموهبه معينه مزيد. فانت اكيد كانت عندك موهبه الاغاني دي صح. فاكر ايام المدرسه؟ انا فاكر ايام الجامعه يعني وقت من الجامعه كان محمد حمائي منزل البوم بينزل اغنيه جديده اسمها حالا دلوقتي كان منزلها بتوزيع مقسوم فانا سمعتها بدات اغنيها اصدقائي كانوا فاكرين الاغنيه دي بتاعتي لغايه لما حمائي نزلها في الالبوم فالاغنيه دي احنا بندندنها دايما طول الوقت طيب انا عايز اقول لك حاجه احنا كتير واحنا قاعدين في البيت بنعمل اي حاجه بنقعد بندندن يعني اغنيه وانت بتعمل شغلك وانت سايق عربيتك وانت ماشي بتدندنها اكتر اغنيه عندك بتحب تدندنها ايه هي اكتر اغنيه عندي انا بحب ادندنها انا بحب دايما اغني للهضبه طبعا عمرو دياب اكيد انا بحب كلنا بنحبه بحب يعني انا بالنسبه لعمرو دياب موضوع مختلف خالص ف يعني بدندن له كل حاجه الحقيقه طب ما تيجي نسمع لعمرو دياب حاجه ممكن نقول خليك فاكرني حلو طب. قوي يا ريت خليك فاكرني ياللي بجمالك وبعيونك دول أسرني خليك فاكرني ونحس قلبك يوم بقلبي ابقى زورني ده انت في عينيا كل اللي ليا فرحة شبابي والدنيا دي أول ما شفتك لمست قلبي بنظرة واحدة نسيت جراحه لقيتك أنت أجمل حكاية حب نستني اللي راحوا ما تغيبش عني وخلي قلبك لو ناديته يجيني تاني ده احنا اللي بينا الحب كله عمري مر معاك ثواني ده انت في عينيا كل اللي ليا فرحة شبابي والدنيا دي وليد قلت لي في حاجة قالها عمرو دياب وأثرت فيك كانت نصيحة أو حاجة زي كده فاكر الكلام ده؟ أنا سمعت مرة عمرو دياب كان عامل حوار تلفزيوني فبيقولوا له تقول إيه للناس اللي نفسها تغني؟ قال لهم أنا أحب أقول لهم إن هم في أي وقت يغنوا ماشيين يغنوا بياخد دش يغنوا في البيت يغنوا كل ما هتحب موهبتك اكتر كل ما الموضوع باذن الله هيتسهل طيب وليد في اغنيه جميله قوي سمعناها اسمها هي حلوه
الأغنية دي أنا عن نفسي سمعتها في الميديا منتشرة جدا، وحتى اتفرجت عليها لقيتها لطيفة قوي، شايفة الولاد والشباب والتيك توك بيتكلموا عنها وبيغنوها، وسمعت أنها بتغني كمان في أمريكا وسريلانكا، وليها رقصة كمان، وليها رقصة صح فعلا زي ما وائل قال، ليها رقصة لطيفة قوي قوي قوي. كلمنا عنها، ويا ريت لو نقدر نشوف الأغنية دي، لو نشغلها فيديو ونغني منها جزء، يا ريت. فاتفضل. بصي، يعني أغنية هي حلوة. بعد ما عملنا الغنوة، عرضنا الغنوة على شريف أحمد. شريف أحمد هو صاحب برنامج هوسة. شريف معروف طبعا. عرضتها عليه، فالأغنية عجبته جدا. ساعدني الحقيقة أنه هو يعمل لها رقصة مخصوص للغنوة، وبدأنا أن احنا نعملها. حتى لما جينا نصورها، صورناها عنده في البيت بالتيم بتاعه، بزوجته يعني. وبعد كده شريف البرنامج بتاعه برنامج تدريبي للجيمات على مستوى العالم، فهو الناس بدأوا يطلبوها منه ان هم يتعلموا عليها الرقص، اللي هي الرقصة هي حلوة، فالناس بدأت تعرفها وتبعت لنا فيديوهات وتبسطنا، وانا سعيد. اغنية لطيفة قوي. دي كمان فيديوهات في امريكا وسريلانكا وفي كذا دولة، الغنوة دي في الجيمات بتولع حقيقي، شفتها في كذا فيديو. هم دول اللي شريف بيدربهم، وهم طبعا بيدربوا تلاميذهم وهكذا. احنا حاولنا ان احنا نساعد على نفسنا الغنوة. انها تكون معانا، يا ريت نشوفها. يلا. الغنوة ده جامده جدا. عصام شعبان كاتب كلام حلو، ومصطفى حامد عامل لحن حلو جدا، مصطفى غانم عامل مزيكا هايله، اسلام غلاب مهندس صوت. انا سعيد ان انا اشتغلت مع الناس دي. وتوزيع هوسه ولا لا؟ دي توزيع مصطفى غانم. مصطفى غانم. مصطفى غانم. مصطفى غانم عامل معايا في الالبوم 6 اغاني. فاكر أول غنوة؟ طب يا وليد، فاكر أول غنوة غنيتها في مشوارك الفني؟ أنا فاكر أول غنوة دخلت بيها استوديو عشان أسجل. أنا ما كنتش أعرف إزاي أقف في استوديو، إزاي أتعامل مع المايك. وعندك الرهبة طبعًا. يعني الغنوة دي قعدنا نسجلها مثلًا 8 ساعات. 8 ساعات؟ بحاول إن أنا أشوف إيه المفروض يتعامل مع المايك. يعني اللي أنا اكتشفته من بعد دخول الاستوديو إن أنت لازم تخلي المايك يحبك علشان الموضوع يطلع. ما تخافش منه. يحبك هو، لو حبك الموضوع هيطلع حلو جدا. طب ما تسمعنا بقى اول غنوة. اول غنوة دخلت دي كلمات تامر عز الدين، الحاني توزيع. انت بتلحن يا وليد؟ ده السؤال ده هنجيله، بس نسمع الغنوة دلوقتي. ممكن نقول نقول اول حاجة، نقول في وسط اورائي وانا بقلب فيها، لقيت لها جوابات خدتني تاني ليها، صحت تاني مشاعري، خلتني ارجع اشتاق. هو زمان اللي بعدني واخترنا الفراق، حيران مش عارف اعمل ايه، بشكي حالي القمر الليل، حيرة وعذاب نار وويل عايشهم انا. الاغنيه دي لسه ما نزلتش، ان شاء الله هتنزل قريب. كده حلوه جدا. الحمد لله. انا عجباني جدا. جميله قوي، وادائك فيها اكتر من رائع. طيب وليد، انا سمعت ان انت بتعرف تعزف، فانا عايز اعرف حكايه العزف ده، كان موهبه، كان دراسه، بداته ازاي؟ بصي، انا يعني لما جينا ندخل موضوع احترافي، بدانا ان احنا نشوف ايه اللي المفروض نعمله كدراسات حره ونتعلمها. فبدأنا ندرس غنى شرقي مع أستاذ خالد عبد الغفار. يعني أنت درست؟ يعني بندرس حاليا لحد يعني دلوقتي. طبعا مستمر. بندرس فوكاليز طبعا مع الدكتورة سهير حسين. اتعلمت جيتار يعني من 8 شهور. حد علمك بدأت ولا سامعي؟ بدرس في مكان في الشيخ زايد. وأستاذ خالد دلوقتي بيعلمنا عود كمان. عود وجيتار، انت مش هتسيب حاجه وبتغني. ما توزع يا وليد، تاخد بقى كل حاجه، اعمل اغاني لنفسك كل حاجه. طب وليد، في اغاني اللي هي بتاعت المهرجانات اللي هي نازله اليومين دول، انت انطباعك عنها ايه؟ وتقول يعني تحب اللون ده؟ اللون ده يعني في تملي
لا يا نهى، كمان اللون ده في تملي الناس مش حباه كتير جدا، وفي ناس حباه كتير جدا، وفي ناس يقول لك لازم يتمنعوا من الافراح، يتمنعوا من الحفلات، وعندهم ارضيه كبيره. انت رايك كيف الموضوع ده؟ انا رايي ان هو لون مسموع، في ناس بتحبه جدا، بس هو محتاج الالفاظ اللي بتتغنى. ننتقي الالفاظ. يعني ايوه، نخلي اطفالنا يسمعوها والكبار وفي يسمعوها. طبعا ناس هم صوتها حلو على فكره. بيعملوا حاجات حلوه جدا، انا بيعملوا عملت حاجات. لقاءات قبل كده مع ناس من المهرجانات، ناس صوتها حلو جدا، في ناس بس هي حاطه نفسها في الموضوع ده. هي مش حاطه نفسها، هم شايفين. انا اسف، لو هم شايفين ان الذوق العام رايح للمزيكا دي، فهم بيحاولوا يمشوا مع العصر مظبوط. والتطور هو الطبيعي. بيجاروا العصر. هي ممكن نوع المزيكا دي تكون منتشرة أكتر، إحنا بنشغلها في أفراحنا، طبعا بنحب كلنا نسمع بنرقص عليها. الأغاني دي مفيش فرح في مصر ما بيشغلهاش. في طبعا الأفراح. بس طبعا هي الفكرة إن نوع الموسيقى دي أوكي، بدل اللي إحنا محتاجينه في أفراحنا، في المناسبات بتاعتنا، يبقى ننتقي الكلمة اللي ممكن تتقال، لأن أفراحنا بيبقى متواجد فيها سيدات، متواجد فيها أطفال، فلازم يكون الكلمة المسموعة دي تدخل القلب، وفي نفس الوقت تكون بطريقة محترمة وهم كويسة. الحقيقة اللي هم أكيد يعني هم الحقيقة بيتعبوا جدا برضه عشان يخرجوا المنتج ده في الآخر، بس هم أكيد. محتاجين بس يشوفوا كلام مناسب. بس لو في كلام مناسب بس أنا بحس كتير المزيكا دي جدا، حلوة جدا. يعني عشان الموضوع ده كبير هياخد وقت، يعني بحس إن هو التوزيع واحد، يعني بحس هي خط إيقاعات واحد وهم بيقولوا عليه، ما بحس إن هو في افتكاسة أو في فن. مش هقول لك ما فيش فن، بس ما فيش تجديد. هي تحس نفس الموسيقى بيتقال عليها كلام وبتغير عليه تيمة. المزيكا دي عاجبه الناس والناس بترقص عليها جدا وفرحانه بيها، طب جدا يغيروها ليه؟ طب نغيرها ليه؟ نخليه اه طبعا نجدد، بس طبعا. يعني اكيد في نجدد شويه، لكن مش هنمشي طول حياتنا على رتم موسيقى واحده. يعني الموضوع ابتدى وبيتطور، وهم الحقيقه من احسن لاحسن. يعني الالفاظ الاول كانت سيئه جدا، طيب دلوقتي بدأوا. وليد علي ممكن يعمل حاجه زي كده في يوم من الايام؟ عادي، مهرجانات؟ مش يعني مش هعرف اقوله، هم بيعرفوا يقولوه أكيد. كويس، هم بيعرفوا يقولوه احسن مني بس بكتير. ممكن التيمات دي انت ممكن تعمل عليها غنوة زي ما بيعملوا دلوقتي، وحاجة كده زي ما بيقولوا ترقص الناس بقى لو هرقص الناس بكلمات محترمة الناس تبقى مبسوطة وهي بتسمع، طبعا هعمل كده على طول على طول. انا شايفة ان هي حلوة، رقصت الناس، ودليل على كده انها اشتغلت في جيم وبره واتعملت مصر وفي كمان. الميديا وبره مصر، في امريكا وسريلانكا شغالين عليها. اغنية وصلت للناس، أغنية لطيفة، دمها خفيف، ومع ذلك محبوبة حق قوي، وما ومحبوبة، فيهاش كلمة وحشة تسيء. لا وهي كمان يعني معنى كده ان الذوق العام في ناس برضو بتسمع برضو زي اغاني وليد علي، هي حلوة مش وعودتني على وليد الحب علي بس، مش وليد علي بس، يعني عموما. لا لا، لما بينزل اغاني حلوه للناس، الناس بتروح لها. استاذ حسين الجسمي، طبطبه طبعا طبعا. ايه رايك في الطبطبه؟ جميله، حلوه. سمح طب ما حافظها. سمح لنا بقى. انا مش حافظها مش طبعا. حافظها. طب ما فيش اي حته كده من والله ما الاول حافظها مش والله. حافظها. طيب لو احنا اتكلمنا، هنتكلم عن المطربين زمن الفن الجميل. مطربين زمن الفن الجميل عندنا عبد الوهاب، ام كلثوم، شخصيات عظيمه كبيره وقامات استاذ كبيره، عبد الحليم حافظ. او استاذ عبد الحليم حافظ. طيب وليد، بتحب مين منهم، ومين اللي ممكن تغني لنا دلوقتي اغنيه ليه؟ واتاثرت بيه، يعني حد انت ممكن في بدايتك اتاثرت بيه من اكيد. الفنانين دول؟ انا الحقيقه بسمع للثلاثه. حلو قوي. مين بقى الثلاثه؟ استاذ محمد عبد الوهاب، استاذ تمام. عبد الحليم. لا انا بسمع لكل طب الناس، انا بحب اسمع كل المزيكا. انا عايزه حاجه، معلش بليز بقى يا جماعه، بما انتوا في صالون الفن عندي النهارده، فلازم نسمع حاجه لعبد الوهاب. انا كنت قلت حاجه في 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 في, في راديو اف ام مصر. كان معايا، كان معايا. انا بحب الغنوه دي جدا، انا بحبها. انا كمان. هي نسمعها، نسمعها مع بعض بعد اذنك. ممكن يا وائل نسمعها؟ طبعا نسمعها يا وليد، اتفضل. لما انت ناوي تغيب على طول، مش كنت اخر مره تقول لما انت ناوي بالليل اسيب نفس الهم والافكار، افضل افكر فيك وانت ما انت داري، والقلب عاد
تطول أولع وتزيد ناري لما انت ناوي لما انت ناوي لما انت ناوي. فكرة انت شاطر جدا يا وليد، يعني انت بتغني كل الوان الغنى، انا حاسس كده قديم جديد مبدع ومتعدد في احساس. شكرا. وليد انت في مغنيين برضو انت قلت زي الهضبه انت بتحبهم جدا طبعا، في حاجه تاني مغنيين شباب انت متاثر بيهم او مش شباب اللي هو الجيل اللي فات، منير، الهضبه، محمد فؤاد؟ يعني انا بحب اسمع. او في غنوه معينه انت نفسك تعملها؟ مش نفسك تعملها، نفسي نفس الشكل ده تجي لك. انا بالنسبه لي، استاذ محمد محي حد بيبقى عارف ازاي يوصل الاحساس للناس. انا بحبه جدا. يعني ممكن نغني له حاجه؟ يا ريت. ممكن نقول حاجه؟ نقول مال النهارده ايه جرالي، الليل غريته كل الليالي، مال النهارده ايه جرالي، اللي داريت كل الليالي، نازل بدور في الشوارع والبيوت على ذكرى كانت بينا مش ممكن تموت، وتحت شباكك بيرميني الحنين، حيران بقدم خطوة وارجع خطوتين، انا عايز اشوفك بس وامشي. انا عايز اقول لك حاجة برضو، في فترة من الفترات في ظاهرة انتشرت اللي هو الدويتو الغنائي، لو في يوم من الايام انت حبيت تعمل دويتو. انا اوريدي في اغنيه دويتو عاملها ان شاء الله هتنزل قريب مع ريكو. الله، حلو قوي. اعمل حاجه مع ريكو. كلماتي. كلماتك انت بتكتب وبتلحن. الحان الحان قطع عليا انا بكتب. وليد محمد مصطفى، محمد مصطفى حد شاطر جدا، عملنا مع بعض 4 اغاني في القلب ومع وطن الحب. توزيع مصطفى غانم، ان شاء الله هتسمعوها هتعجبكم باذن الله. مفاجاه طبعا، سربرايز طبعا. مفاجاه طبعا. في كذا حاجه ان شاء الله شغالين عليهم، شغالين على اغنيه ريكو. هو فنان، يعني انا شرفت ان انا اشتغلت معاه وان انا عملت معاه الغنوه دي. ريكو طيب على فكره جداً، من الناس جداً اللي هو من الشخصيات جداً الجميله فعلا. تحبه يعني يعني ابن بلد قوي قوي، رجوله يعني. دي ان شاء الله تبقى موجوده قريب. في حاجه تانية بنعملها مع استاذ حسن دنيا ان شاء الله، الموسيقار حسن دنيا طبعا، حد محترم وشخصيه لطيفه. كلمات ياسر عليم، اسمها ردت قالت، دي برده ان شاء الله تسمعوها ان شاء الله بعد الالبوم باذن الله. في المفاجآت برده باذن الله. طب في البدايه وليد اكيد سمعت كلام سلبي او سمعت احباطات او في ناس قالوا كلام يضايق، الكلام ده اثر فيك ولا ما عدتش عليك الحاله دي؟ يعني الحقيقه ان الحته اللي انا بدات ان انا اغنيها الموضوع صعب جدا، المنافسه المنافسه فيها صعبه جدا، اللي هو النوع الرومانسي السكه دي، الموضوع وفي كتير صعب كمان جدا، وفي ناس في ناس متالقه طبعا في الموضوع ده. فانا سمعت مثلا الناس يا عم بتسمع مهرجانات، يعني هو ده اللي ماشي اليومين دول، انت ناوي انت ليه داخل تعذب نفسك في السكه دي يعني؟ بس ان شاء الله هثبت للناس دي ان السكه دي هتفضل مستمره، والناس بتحب تسمع الاغاني الكويسه المهذبه اللي بترقصهم وتعيطهم وتفرحهم وتحزق. يعني انت بتحترم فنك. انا اتعلمت كده من الناس اللي انا سمعتهم الحقيقه، يعني انا استاذ عبد الحليم، استاذ عبد الوهاب،
ام كلثوم وعمرو دياب. على فكره الناس دي يعني تعبت جدا، بص يعني اسامي كبيره جدا، بس هي تعبت بشكل غير عادي. وشاف، وانا عايز اقول لك الموضوع مش سهل خالص. يعني عبد الحليم حافظ انا اسمع اللي هو، طبعا لاذنكم معلش انا معايا مداخله لاستاذ حسن دنيا معانا دلوقتي. طبعاً. اتفضل استاذنا. الو الو الو، مساء الفل، منور يا وليد قناه الحدث. استاذ حسن، نقول مساء الخير للاستاذ حسن. فين استاذ؟ مساء الخير، منورين. الارسال قطع، معلش هنحاول نعود الاتصال مره ثانيه. اتفضل يا وائل. الناس دي عبد الحليم حافظ انا بقول لك يعني تخيل اتحدى بالقوطه في بدايه حياته ولا اتاثر ولا اي حاجه، وبقى عبد الحليم حافظ قيمه وقامه. انت بتحب الهضبه، انا قريت قبل كده موقف ان عمرو دياب في بدايه حياته كان في مكان بيغني فيه، الناس كلها مشيت، راحت النمره اللي قبل عمرو دياب كان لسه طالع جديد، اربعه بس اللي قعدوا، ما زعلش ولا قال لا ولا ما ينفعش، لا خالص، ده غنى وعمل نمره كامله وغنى للناس كلها التليفون. طب معلش استاذ حسن معانا، مساء الخير يا استاذ حسن، اتفضل. مساء الخير يا فندم، ازي حضرتك؟ الموسيقار حسن دنيا. الو، مساء الخير استاذ حسن. برضو الاتصال اتقطع، اسفين، معلش، اتفضل يا وائل. مفيش مشكله. عمرو دياب يعني تخيل عمرو دياب دلوقتي بقى الهضبه، طبعا الناس كلها مشيت، مفيش غير اربعه، مش بقى زعل ولا خد موقف، لا ده كمل وعمل نمره كامله، والناس انبسط جدا انهم انبسطوا وانهم فرحوا انهم اتجاوبوا معاه. فانت ما دام ليك رساله عايز توصلها مع الوقت مع الصبر، انا شايف كده جدا، حتى لو قابلت الصعوبات اللي بقول لك عليها الدنيا هتمشي وتبقى احسن حاجه. انت مع الكلام ده يا وليد؟ طبعا طبعا طبعا. طب انت يا وليد، كل ما الصعوبات بقت اكتر، كل ما تتاكد ان انت هتنجح وتعرف ان انت هتوصل ويبقى عندك تحدي، واجه اجمل، واجه، ما تخافش، كمل في طريقك، اختار الطريق الصح وكمل فيه حتى لو هتمشي في لوحدك. بس ده بيعتمد على الموهبه، بعد كده الدراسه ده موضوع تاني. لازم تدرس علشان تثقل الموهبه. طبعا لازم تثقل الموهبه، وبتتعلم حاجات مش لما بتغني لوحدك بتعرفها، لا انت بتتعلم حاجات مختلفه. والحقيقه انا في ناس، استاذ خالد، دكتوره سهير، الملحن الكبير امجد عطافي، ساعدني جدا، هو اللي قال لي يلا. يعني انا هحكي لك موقف. اتفضل. انا بعت صوتي لاستاذ امجد مع حد صديق لاستاذ امجد عطافي، كان مفيش تعامل خالص، ده انا لسه ببتدي. فاستاذ امجد قال لحسام، قال له لا ما ينفعش يغني خالص خالص، صوته وحش قوي. صدمك قوي الكلام ده، مثلا كان 10 بالليل مثلا. قلت له انا محتاج اروح لاستاذ امجد دلوقتي. فين؟ لو سمحت كلمه، انا محتاج اروح دلوقتي، عايز اعرف طيب ايه المشاكل اللي عندي، انا متاكد ان صوتي حلو، فين المشكله؟ فروحت لاستاذ امجد الساعه 1 بالليل نفس اليوم، قال لي طب غني. ده التحدي يا وليد اللي بقول لك عليه. غنيت. هو في ايه؟ قال لي لا، اللي انا سمعته. قلت له يا استاذ امجد انا سجلت ده وانا سايق العربيه، فانا ما كنتش بغني. انا حسام قال لي ابعت لي حاجه دلوقتي، فبعت ده. قال لي طب ما تيجي نغني حاجه لعبد الحليم انا وانت. غنينا حاجه لعبد الحليم. طب ما تغنيها لنا انت. هقول لك، بس هكمل لك الموقف. راح استاذ امجد قال لي طيب يلا نبتدي، راح رافع سماعه التليفون على دكتور سهيره، سهير حسين، يا دكتور انا عندي النجم وليد علي. يعني انا كنت من شويه ما اعرفش اغني خالص. النجم وليد علي عايزين ندربه بوكاليز، عايزين نفتح له صوته، الراجل عنده احساس حلو، يلا. وراح مكلم، انا فاكر الموزع احمد عادل، الموزع الكبير، قال له يا احمد في حد عايزين نقف جنبه، عايزين نشجعه. فالحقيقه إن انا لو كنت سمعت لا استاذ امجد مش عاجبه صوتك وقفت عند ده، ما كانش زماني قاعد معاك دلوقتي خالص. واكيد طبعا التدريب بتاع الفوكاليز فرق معاك طبعا، طبعاً اكيد طبعاً. وطبقات الصوت طبعا بتبقى بتتغير وكده. على فكره استاذ وليد كان معايا في مؤتمر
وموهبته وجمال صوته فرض وجوده في المؤتمر واتكرم واتكرم عليه المؤتمر الطبي المصري الأول، وغنى أغاني لطيفة قوي، والناس فعلا فعلا بدأوا يتفاعلوا معاه. يعني الناس كانوا أطباء وقاعدين وناس المنشية شوية دي، مجرد ما سمعوا صوت وليد ما شاء الله بدأوا يفكوا وبدأوا إن هم يتفاعلوا. طيب نشوف استاذ حسن دنيا، اتفضل يا فندم. هيجي لنا المره دي. الو الو، مساء الفل، منور يا وليد. الاستاذ حسن دنيا مساء الفل عليكم، منورين. الو، منورين منورين الدنيا. هو انت فين يا عم حسن؟ عايز اسمع صوتك. نخرج نتكلم من بره. طيب نعمل الو. ده اللي كنا بنتكلم فيه، المواقف اللي قلتها دي الصعوبات اللي هي قابلتك في بدايه حياتك. في موقف تاني، اغنيه عودتنا على الحب. اغنيه عودتنا على الحب لازم نسمعها على فكره. انا غنيتها اول حاجه، غنيتها طبعا. اغنيه عودتنا على الحب، استاذ حسن دنيا عاملها من فتره. لحد معين ولا كانت؟ لا، هو عامل المزيكا بالكلام من فتره، وكل ما حد يروح له لا الاغنيه غاليه عندي جدا هنشوف. فسمعتها من استاذ حسن، كنا اشتغلنا رده قالت، فاستاذ حسن بيقول لي بغني له حاجه راست، راح قال لي طب انا عامل حاجه راست، ايه رايك نسمع كذا. لما سمعنا الغنوه لمستك جدا. لما بعتناها لاحمد عادل يوزعها، احمد عادل قال الاغنيه صعبه جدا، الاغنيه صعبه ومحتاجه تكنيك، ولحنها محتاج غنى. مش ده الموقف. الموقف في استاذ حسن، استاذ حسن موسيقار كبير جدا، قال انا مش هسيبك غير لما تدخل تغني الاغنيه دي زي ما انا شايف. وبدانا يجي لي البيت، اروح له البيت نقعد نشتغل، لا هتغني هنا تقول كذا، لا هنا مش هتقول كذا. خدت وقتها جدا، وهو واقف جنبي جدا. يعني الراجل الحقيقه لمده 3 4 ايام مستضيفني، هنغني هنقول، لدرجه ان الغنوه دي هندسه صوتيه مصطفى رؤوف. مصطفى رؤوف كان مخضوض من الغنوه جدا، هو واحمد عادل. احنا لما دخلنا الاستوديو احنا سجلنا الاغنيه في نص ساعه، رغم يعني ان انتوا خدتوا فيها فتره طويله جدا جدا. ضربنا عليها كويس. الحقيقه هو ضربني عليها كويس جدا، هو راجل انجزته فيها في الاستوديو. هو حد جدع. لا لازم نسمعه، يعني لازم يتصل بيه. يلا مش عارفين ايه المداخلات دي كلها ومش عارفين نوصله. يكلم وليد يعني. طب وليد، ايه الحاجه اللي ممكن تفرحك وايه الحاجه اللي ممكن تزعلك في حياتك بقى في الميديا؟ الحاجه اللي تفرحني زي ما كنا في المؤتمر، لما غنينا فيه لما غنينا هي حلوه، ولقيت رد فعل الناس، الناس رد فعل الناس مبسوطين بالغنوه. انا حسيت بمجهودي ومجهود الشاعر ومجهود الملحن، الناس تعبت. فبمجرد ما بتعجب الناس هو ده النجاح. يعني انا بفرح جدا. في المؤتمر انا كنت فيها نهى، ده في سفيره السودان كمان، وفي ناس سفيره السودان قامت تفاعلت وناس كتير، شخصيات مبتورس بدات ترقص معاك. يعني تنبسط. انا كنت مبسوط جدا، وانا كنا كلنا متفاعلين. انا بشكر الناس اللي اشتغلوا علينا. انت كنت موجوده معانا في المؤتمر، كانت هي علاقات العامه طبعا. انا كنت منظمه المؤتمر. بص يا وليد، ايه بقى الحاجه اللي تزعلك؟ يعني انت كده دي الحاجه اللي فرحتك، ايه اللي زعلك بقى؟ الحاجه اللي زعلني العكس طبعا، لما تعمل حاجه وتبقى متخيل ان ده هيعجب الناس والناس لا. حصلت معاك الموقف الصعب ده قبل كده؟ حصلت معايا في غنوه نزلناها، انا كنت يعني شايف احسن حاجه طبعا. انا كخبره، انا لسه بكتسب خبرات، فانا مش عارف برضو اللي في وقت. الصيف ليه اغانيه، الشتاء ليه اكيد. ما عندكش حته الخبره دي طبعا. فنزلنا الغنوه دي يعني من وجهه نظري حلوه جدا، المشكله مش وقتها. ايوه هي دي. هي اغنيه كانت هاديه. نزلت في وقت الصيف، نزلت من 10 ايام في وقت الصيف. للاسف اللي بيحصل فعلا الحكايه دي ان الصيف فعلا ليه اغانيه والشتاء ليها اغانيها. الشتاء بنميل للاغاني الرومانسيه الهاديه اللي ليها ايقاع معين، والصيف بنحب الاغاني اللي هي بجرب. كنت بحاول اشوف ذوق الناس. طب ما نسمع بقى. ماشي. دي الاغنيه دي من كلمات احمد محمد منصور، الحان ايمن عبد الغفار ابن استاذ خالد عبد الغفار ودكتوره سوير. طبعا. وتوزيع احمد عادل. تقول قولوا لها بجد وحشاني
وفاكر مهما تنساني قولولها بجد وحشاني وفاكر مهما تنساني وقام البعد بكاني مفيش منك يا روح اتنين وآمن فرقة العشاق وآمن عالم الأشواق تغيب تبعد أموت واشتاق ما شفتش من جمالها اتنين ولما بشوفها تتهرب وترجع تاني وتقرب وبعد القلب لما تغرب لقيتك بعد توها سنين ولو مبسوطة في بعادي هعيش يمكن ومتعادي في حبك كنت أنا البادي وراح ننهي عشان ترتاح. جميلة دي الأغنية دي رائعة، أنا سمعتها في الميديا اللي هي دي بتعمل قلب على الإيدين صح؟ الأغنية دي روعة، دي اتعمل الكليب وحلوة قوي قوي قوي، كلماتها رائعة. هي اخراج مين كانت؟ طيب بعد اذنكم معلش انا معانا الموزع احمد عادل، اتفضل. مساء الخير. اهلا وسهلا بيكم احمد. مساء الخير، الاخبار؟ هو شكل الخط عمال يقطع. استاذ احمد مساء الخير. أيوة. يا استاذ مساء الخير، اهلا بحضرتك يا فندم. اهلا وسهلا. النهارده معانا استاذ وليد علي في صالون الفن مع نهى شكري ومع وائل فل، ومساء الخير عليك واتفضل معانا. اهلا وسهلا بكم. ووليد منور الدنيا، منور صالون الفن ومنور الفن عامه يعني. لا احكي لنا بقى على استاذ وليد بيعمل ايه مع حضرتك واحدث حاجه عاملينها مع بعض. والله وليد من الناس الجميله بصراحه اللي اشتغلت معاهم، وكان من الناس المجتهدة كمان في كلامها وغناها وألحانها، لأن وليد عامل برضه ألحان كبيرة برضه، أنا اشتغلت معاه في كذا لحن، وطبعا مش عايز أنسى الأستاذ حسن دنيا والأستاذ أمجد العطافي اللي عرفني بوليد طبعا كنت لسه بحكي، وإن شاء الله بالتوفيق دايما يا وليد وننظر الدنيا ويا رب الأغاني تعجب الناس وتعمل شغل جامد إن شاء الله. في شغل قريب مع أستاذ وليد؟ احنا على طول ما بنبطلش يعني شغل فترة، كل فترة بينزل تراك وكده، فأكيد ان شاء الله متعاونين ان شاء الله قدام المستقبل ان شاء الله. انا ممكن اقول حاجة؟ اتفضل. عايز انا 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 بشكرك جدا يا احمد، انت وقفت جنبي جدا، انت وقفت جنبي كتير جدا. انت وقفت تستاهل والله، يعني الواحد دايما بيدور على مواهب شاطرة وبيدور على عصفور جميلة عشان نرسي الحاله الفنيه اللي موجوده يعني. انا بشكرك يا احمد. لا ده انا عايز اسال استاذ احمد على حاجه. استاذ احمد حضرتك يا ريت تعرف تملي انت بتنصح وليد بايه؟ والله وليد من الناس المجتهده يعني، مستواه بيفرق كمان يعني من ساعه ما انا اول ما بديت معاه شغل لغايه كل شويه بلاقيه ان المستوى بيفرق وبيجتهد ان هو يتمرن بشكل كويس، وكمان بيفاجئني برضو بتراكات هو حتى بيعملها حتى بتبقى جميله يعني. انا لسه اخر واحده عجباني ليا تراك اسمه هي حلوه بصراحه، كان هو مغنيها كويس وعامل شغل جامد فيها، فانا يعني متنبئ له بمستقبل كويس في الاغاني. هي حلوه مكسره الدنيا وعجبانا كلنا صراحه. اه طبعا يعني طبعاً. تقريبا انا على فكره قبل ما اعرف ان وليد هو اللي عاملها انا سمعتها، عايزه اقول لحضرتك تقريبا وانا بعمل كل حاجه في الشقه وانا نازله وانا ماشيه وانا بجري في التراك عندنا في النادي حطاها وبسمعها وماشيه. لا وعودتنا على الحب وعودتنا على الحب اللي احمد عاملها، هي من الاغاني اللي ليها طاقه ايجابيه كده حلوه قوي بتدي بوزيتيف. اه وعودتنا على الحب يا احمد، عودتنا على الحب، انت عامل فيها مزيكا حلوه جدا وتدي للناس يعني مشاعر حلوه ويعني طاقه ايجابيه احنا محتاجينها اصلا. اكيد اكيد، انا لما بكون بقول لك في التراك ماشيه حطاها في وداني وبسمعها وماشيه طول الوقت فعلا بتدينا طاقه ايجابيه، دي حقيقه. ووليد بيقول لحضرتك غنوة عودتنا على الحب، انت عاملها بشكل احترافي جميل.
لسه بقول ان الاستاذ حسن دنيا بصراحه عمل لحن جميل طبعا اوسكار كبير. وبصراحه وليد عارف يعني غناه بشكل يعني تزيد كبير برضه ان مستوى جميل من الغنى يعني. والحمد لله عملنا فيها شكل كده من التراث على المودرن، حاجه كانت راست محترم على الجروب المودرن وكده، فيعني الحمد لله لقيت اعجاب من الناس يعني الحمد لله. ربنا يوفقكم وان شاء الله نكون نشوف حاجه جديده بين حضرتك وبين وليد وتساعدنا زي هي حلوه كده. وعودتنا على الحب حلوه برضو لطيفه وبجد وحشاني اللي احنا لسه قايلينها برضو استاذ احمد. بجد لا بجد وحشاني دي على فكره بجد وحشاني حلوه. هي يمكن زي ما قال وليد نزلت هي وقت هي حاله كمان بس لا لا على فكره هي اكيد ليها مستمعينها يعني في ناس اكيد بتميل للناحيه الرومانسيه وبتحب نوعيه الاغاني دي. يعني انا عجبتني لطيفه حلوه قوي وشفت الفيديو بتاعها. هو صحيح اتعمل بامكانيات بسيطه شويه نوعا ما بس كان الكلمه حلوه، الكلمه نفسها حلوه فوصلت لقلبنا بسهوله. المزيكا حلوه قوي 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 لطيفه جدا. فربنا يوفقكم وتملي تعملوا حاجات حلوه كده جميله ان شاء الله. نورتنا يا فنان وارسلي اتصالك. نشكرك على اتصالك. شكرا يا فندم. طب احنا ممكن في اغنية تانية فرجوا قريب. فرجوا قريب فرجوا قريب عايزين فرجوا قريب نسمع الاغنية. انا بس حابب ان انا اقول ان دي كلمات محمد رجاء والحان وتوزيع احمد وجدي. احمد وجدي موزع شاطر وليه مستقبل حلو جدا. وتقريبا هنختم بيها. يلا بينا. وميرسي ليك يا وليد. نتمنى لك بجد يا جماعة احنا بنتمنى التوفيق لوليد ونحب نسمعه في كل وقت. واللي لسه ما سمعش الاغاني دي خش على اليوتيوب ويسمعها ويا ريت يسمع. هي حلوة هتديكوا طاقة ايجابية جامدة جدا. نسمع الاغنية. Yeah.